سمر يا سمر. لك وين راح الثانية؟ هلا بتضبي اغراضك وبتروحي معنا. انا شوفي هلا بدك تروحي ورجلي على رجلك. يلا هلا. خير ما تخيل. لك يلا خلصيني. وين رحتي عيشه؟ اتحركي هلا بدنا نروح. خير خير خير. شو القصة؟ ما بدي افهم ليش ماما. لا تساليني. لك شو صار لك ام سعيد؟ انا مالي مربيتها لحتى يجي الهراس وهيك شبرا وبعيد شبرا وبعيد. الهراس شو له علاقة؟ وين الهراس؟ الحراس؟ هلأ بدك تمشي قدامي. ايه والله والله ما بتركك هون وانا عايشة. تفضل عمو. يلا تفضل عود عمو. هلأ بتجي الآنسة. طيب أهلا وسهلا عمو. مرحبا. أهلين. تفضل. خير بعتين وراي. حبيت اتفاهم معك مشان وضع ياسين. شو عامل؟ مو عامل شي، لكن دروسه ما عم يتابعها منيح وكتير من الأحيان وظائفه ما عم يكتبها. وشو كمان؟ هو عموما ذكي بس بده عناية ولازم نتساعد نحن وأنتو. لكان هيك يا قليل الأدب يا تنبل. لا يا عمو. والله لا أذبحك. والله أنا موتك وأخلص منك. تعرف وتعرف يا عمو. مو هيك. لك أنا بيجيبوني على المدرسة من الساعة 12. لا تصرفوا هيك عمو. ياسين روح على صفك. هي حتى ترضوا ضربناه. هي حتى تنبسطوا راح نموت الولد. يا عمو نحن ما لو كان عامل جريمة مو هيك. لو كان سارق سرقة مو هيك. لك أنا بس بدي أفهم أنتوا شو قاعدين عم تعملوا بالمدرسة. خلاص تفضل استريح لنتفاهم. كل اللي قلته عمو انه ابنك عنده اخطاء بسيطة وحبيت اتفاهم معك مشان يصير احسن. انا يا بنتي صرت بال60 اخذت 3 نسوان حتى اجاني شقفة الولد. انت شو بتشتغل عمو؟ فلاح. وعلى طول هيك قاسي عليه؟ انا يا بنتي عمك احمد الله يرحمه كان مثل اخي. وهلا سايق عليكي الله وجاه الله تيجي اليوم تتغدي عنا. شكرا عمو بزوركم. خلص امتى؟ بس قولي انت. بأقرب وقت. بس ما يسقط ياسين انا بدي اياه يطلع رجال. بيصير بس انت خليك رايق معه. انا مالي وحلالي كله اله. لا تاخذينا يا بنتي غلطنا قدامك. معلش خاطرك. الله معك. مرحبا مرت عمي. اهلين. خليهم بمحلهم. معلش هلا انا بقيمه. الغدا جاهز مرت عمي؟ 5 دقائق. عمك عنده الاستاذ وائل. بيقول المثل يا عم الجار قبل الدار. نحن من اول جربنا بعضنا وانا حرصي على سكني عندكم نابع من اني برتاح لشوفتكم. الله يحفظك يا ابني. والله مليت من روحها والجيه. معك حق. ومشان الاجره شو بتريد انا حاضر. شو امرت عمو؟ بصراحه يا ابني ما بدنا ناجر. ساك واقف؟ ما اجت ولا سيارة. لو كان صحيح كانت منى عم تستنى. الحقيقة اجت سيارة وحدة وراحت فيها منى، وأنا حبيت استناك.
شو وائل؟ شايفك مو على بعضك. أكيد نسفتك كم كلمة مرتبين. لك إيه لا فاتت ولا قعدت ولا شفتها. أها من هيك كامد. إجا الميكرو يلا. عشان يلا يا ورا يا ورا يا ورا يلا يا شباب يلا بسرعة يلا يا ورا يلا روح. المعلومات اللي قلت لكم إياها طبعا من هالكتاب اللي مألفينه مختصين، وطبعا جاوبتكم وحسب معلوماتي من هالكتاب. الجلسة الثانية رح تكون عن تربية الأطفال الرضع، يعني يلي عمرهم أقل من سنتين. رح يكون الموضوع بشكل خاص عن كيفية العناية بصحة الطفل وكيف منخليه يتجنب الأمراض. باعتبار هلأ ما في أسئلة، يعطيكم العافية. سلم تمك ويعطيك العافيه. الله يعافيك. خاطركم. الله معك. مرحبا عمو. اهلا 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 انسه. تفضلي تفضلي ارتاحي تفضلي. خير عمو؟ هلكني هالدرس وما كان ينقلع معي. رحت اقلعه عند الحلاق ما لقيت غير ابنه. لا يا عمو ما بينفع، لازم تقلعه عند الدكتور. الدكتور هوينه الدكتور. فكوا فكوا من الخيط، ما بينفع هلا بتأذى فيك كله. صرت قالع ثلاثة هيك. قال بتأذى قال. ياسين ياسين مي من الحوام. مرحبا استاذ رفيق. اهلين انت شايفه. شو اليوم ما في سهرات؟ عم فكر ادعيهم لعندي بس ما بعرف كيف. انا بدعيهم بس شايفتك. انا بعض الظهر بشتغل بالكهرباء، اليوم المساء ما عندي شيء. طيب اليوم المساء بنتظركم عندي بالبيت. طيب. العافية. يا هلا. دير بالك عليه ونص ساعة وراجع. ايش خير شبا؟ اليوم السهرة ببيت هيفاء، رايق اعزم الكل. طب وينك؟ انا سلفهم مالي رايح. مالي رايح اخي. السهرة قال. اسف يا رفيق. مالي رح اروح. يعني عندك شغل اهم من سهراتنا؟ الحقيقة ما عندي شغل معين. لكن آسف ما بدي أروح. بس والله ما حلوة السهرة بلاك استاذ عدنان. قلت لك آسف. يعني إذا أنت ما كنت بالأول مين بده يكون المهم بقى؟ معلش يا رفيق آسف. آسف يا رفيق. أنا عندي شغل. أنا خايف يكون في أسباب تانية. فعلاً أنا عندي موعد سهرة. مالي رايح. لأنه بتصرفاتها عم تسيء للشعور العام. عم تسيل عاداتنا وتقاليدنا. نحن بضيعة صغيرة، لازم نحط حد لهيك تصرفات. اشتقنا للسيب يا هالراس. أنا ما اشتقت لشي. جايك يوم تشتاق وتتلوع. أنا عايش خطأ.
من 12 سنة عايش خطب. توهمت اني دفعت عن عرضي وشرفي، لقيت حالي عايش خطأ. الذنب مو ذنبك يا هراس، انت ما تعمدت هالشي. الناس ماشيين هيك وانا ماشي هيك، حاسس حالي كأني عايش على حافة وادي غميق، وبكل لحظة خايف اوقع فيه. محمود قل لي منو الضحية، أنا ولا بنت عمي؟ بعد كتير لا حاله ماشي بطريق تاني، لأنه الخطوة الأولى اللي مشيها كانت غلط. أنا ضايع يا محمود، ضايع. أنا برأيي بعد ما فشيت خلقك لازم تقيم من صدرك هالمشاكل اللي كانت معبيتك وترجع تعيش مثل بقية الناس. خلاص كفاك. عيش مثل بقية الناس معناها لازم اترك السيب. ليش بقى؟ حتى انسى. وهلا عجوز امك؟ اصلا مكسر رجلي عن السفر، غير المسكينة امي. خايف اتركها للوحدة والعذاب والشقة. محمود، احيانا بتنفرض على الواحد شغلات غصبا عنه، بحس انه أكتب إليك لأنني لا أستطيع أن أقابلك وسط هذا الجو المحموم. تصوري أنهم جميعا اعتذروا. لماذا؟ لأنهم أوباش. يا
يعطيكي العافية مرت عمي. الله يعافيكي. شو بدك؟ أنا سيفا. ليش؟ بعدني الأستاذ رفيق أعطيها الرسالة. منو هاد الأستاذ رفيق؟ أستاذنا. هات لشوف. روح. هذا إليك. من مين؟ كمان مكاتيب. شو بدك انت التاني؟ هول انسى هيفا. نعم يا زين. هلا هلا دكتور اجى عم يستوصل. شكرا هلا بيجي. صفوا بالدور ولا ما في فوته لحدا، فهمتوا؟ عفوا عفوا انا ماني مريضه، بدي احكي كلمتين مع الدكتور بس. تفضلي. شكرا. لك بالدور يا ناس يا بشر، لك مو ممكن فوتنا دفعه واحده يا شباب. الدور يا شباب، الدور بس خلص صفوا الدور. الواقع انه مديريه الصحه خصصت لي يوم واحد بالاسبوع اكشف فيه على المرضى بقريه السي، ولاجل صدف اليوم صار في حادث بقريه ثانيه من المنطقه، اضطريت اروح اكشف عليه واتاخر لهلا. عفوا تفضلي استريحي. طيب كيف بده يكفي يوم واحد لقريه مثل السي وانت شايف يا دكتور عدد المرضى اللي برا بغرفه الانتظار؟ لكل قرى المنطقه مخصصين طبيبين، انا ومعي واحد زميلي. والحل يا دكتور؟ هي امكانيات وزاره الصحه. بس في حل تاني عمو. من هذا الشراب تاخذ معلقه الصبح ومعلقه الظهر ومعلقه المساء. نعم. بعد الاكل. ها نعم. ومن هذا الحب حبه كل 6 ساعات ليل نهار. يسلم ايديك. خليه يفوت. حاضر. افتح تمك لشوف. مد لسانك. أنا يا أنيسة منقول جديد على المنطقة. بمركز المنطقة في زميلي فاتح عيادة بعد الظهر، في طبيب تاني من أبناء القرية فاتح عيادة تاني. فكرت افتح عيادة هون بسيب بما أنه موقعها متوسط وعدد سكانها ماشي حاله. هذا اللي كنت بدي أقوله. حتى في إلي صديق صيدلي وافق يفتح صيدلية هون. عظيم، هذا اللي بدنا إياه. وهو لقى محل الصيدلية وأنا لقيت محل العيادة. لكن رجاءً دكتور، شوف لي على صدرك. تعجلوا شوي، أنت شايف. بس المشكلة انه هذا اللي بيأجرنا العيادة. حسن! يا حسن! نعم دكتور. فوت وسكر الباب. شو اسمه اللي كنا بدنا نستأجر عنده العيادة؟ بشير اسماعيل. ممكن ورقة دكتور؟ تفضلي. معلوم ابن عمي وبمون عليه، ابنه هلا مسافر، على الاقل بده شي سنتين ليرجع. انا بعرف منيح. والحل عمو؟ ياسين روح نادي لي عمك وقول له هلا بده اياك ابي. تفضل يا بنتي. يا وعي. هلا اذا اجى الحراس وعمل عملته يا لطيف صار معه حق قدام الناس. شو هالحكي يا عائشه؟ شو هالتخبيص؟ معلوم، روحات جيات مكاتيب.
هي موظفة يعني بالحكومة. روح شوف الناس شو عم تحكي عليها. هي قطع لسانهم. قديش شفت أنا معلمات مدارس مثل هيك عيني ما رأيت. شوف أبو حليمة بنت أخوك أنا ماني مستعدة أتحملها، أنا ماني مستعدة أتحمل كلام الناس. خلاص 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 كرتي لا توجعيلي راسي. الناس قال أنت معلوم شو بهمك، قاعد كركمة بالبيت والمي ماشية من تحتها. الله لا يوجه لك الخير. الله لا يوجه الخير اللي بلاني بهيك بلوي. لك اسكتي اسكتي لا جرصينا. بكره جايلها الراس وبتشوف. اي والله والله انحاكاها. اي عود لقص راسه بهالعصاية. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين. قبل ما اقول لك اهلين وسهلين إلك لما للديب خس الديب. ولو يا أبو ياسين أنت ابن عمي وأكبر مني، بس اطلب هذا الحل يا أنسة. تفضلي تفضل واسمعي. مرحبا. أهلا نيفا. أهلا أهلين وسهلين. تفضلي. ما في حدا؟ اجوا تنتين وراحوا. يعني لاني بس تاخرت بس تنتين. امبارح كمان كانوا قلال. صحيح ليش ما اجيتوا على السهره امبارح انت ونادر؟ امبارح كان قصدي سميحه في شيء؟ قولي اذا في شيء. مرحبا. أهلين. الله يقطعها الشوب، ما كنا نخلص منه. حاسة كأنه في شيء. حاسة في أمور مو طبيعية. إيه نعم. إذا حكيت بصراحة تزعلي. احكي، أنا بحب الصراحة. احكي. أنا سهيفاء، أنا اللي شايفه كأنك رايدة تعيشي حياة الضيعة، والواقع أنك حالة طارئة على الضيعة. كيف أنا حالة طارئة على الضيعة؟ كيف؟ أنت رحت بعز الصيف وديتي زوادي للحصادين والتدعت رجليك من حرارة الأرض؟ سميحة راحت؟ طبعا. انت عطشتي بالبرية وشربتي مي ملوتة بالطين؟ انت غزب رجليك الشوك وقامولك يا بالإبرة؟ انت انجرحتي وانت عم تنقلي حجار بالبرية لأهلك، وانجرحت رجلك وما حدا حطلك عليها دواء قامت عملت؟ انت اكلتي قتله من اهلك لانه شافوا تحت الجفني عنب مفرفط؟ يعني خلص لازم نحط حاجز بين الريف والمدينه. هيفاء لا تستهيني بنادر لانه دائما بيقرا وبيطالع. لسه بكير. معلش. شكرا. رجعنا للضيعة ولقيناها لساها بمطرحها. انبسط بقى. خاطرك اخي. فوت محمود. لك ما مليت مني؟ لك حل عني بقى. انت اللي مليت. تفضل يا ابني. شكرا. قولوا لي روح. روح. خاطركم. الله معك. مع السلامة محمود. شبك يا امي؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك. شو هي أول مرة بروح فيها على الصيد؟ الحمد لله اللي رجعت بخير. شوفي شو القصة؟ فوت فوت استريح. شبك شو صاير؟
أبدا. صباح الخير. صباح الخير. خير؟ فعل هالراس؟ خير يا ابني. لا ما في شيء. فيقوني الولاد بكير، قلت أمروا عليه شوفوا. لساته نايم. عرف إنه بنت عمه محمد سعيد هون؟ لا. من أول ما قلت لمرتي انطفتت أعصابي. بعرضك يا ابني يا محمود. أنا ما عرفت كيف خليه ينسى بنت عمه هذيك. منين طلعت لنا هي؟ دخلك يا ابني. شو بدنا نساوي؟ والله الدنيا كلها ما بتحسن توقف بوش الهراس. يا رب يا إلهي دخيلك. شو هالأشياء اللي عم اسمعها يا هيفا؟ شغلات عادية. عادية؟ كل القرى هيك. إشاعات وأخطار؟ حكي فاضي. هيفاء الشغلة خطرة. دبري حالك قبل ما يصير شيء. وبالغات. والله لو كنت محلك ما بضل بهالضيعة ولا دقيقة. أنا قاعدة. أنت غريبة. غريبة. بدي ضحي. بنفسك؟ بدون أي سبب؟ أنا ماني مصدقة حالي. فعلا موقفك مو داخل على عقلي. كيف انت هيك؟ كيف؟ ولا لا تنفعلي. انت اللي لازم تنفعلي. واذا انفعلت شو راح يساوي الانفعال؟ الهراس اجا. الهراس راح. الهراس قتل بنت عمه. امتى؟ 12 سنه. وانا بنت عم. بعدين 12 سنه ما غيروا شيء بالهراس؟ اعتمادا على هالتحليل قاعده وثابته؟ بعدين شو بيعرفوا فيني؟ على اي اساس بده يحاسبني؟ لا لا هيك رح يتحمس بسرعة ويرتكب جريمة قتل؟ ما بظنه مجنون لهالدرجة. انت حرة هيفاء، لا جاسفي بهالبساطة. فعلا انت بسيطة او حيرتيني. اليوم تنتهي اسطورة هيفاء وما بقى حدا يفكر لا بالسهرات ولا بالبطيخ. جاء الهراس. إن كانوا رجال خليه يقرب عليها. معلوم عمي، وراها رفيق حاميها. أستاذ نواف. لك حبيبي، إذا عرف الهراس إنها عم تروح وتجي وتحاكي رجال، يا أهل الأرض ما راح يردوه. راح يحمل باروته. لحظة بس. شو بك رفيق؟ انا بدي رده. اخ يا مسكين، عن مين بدك تدافع وعن مين؟ عن الاساتذه اللي عم يروحوا على بيت عمه بحجه انهم بدهم يستاجروا، لما عن هيفاء. استاذ نواف ما بسمح لك تحكي ولا كلمه واحده عليها. اسمعي مني يا أنسة هيفاء، وبأول سيارة نسلي على الشام. هي نصيحة أستاذ بركات؟ بشرفي. وفر نصائحك لنفسك. أنت ما بتعرفي السيب. أنا وفر معلوماتك لنفسك. ما بتعرفي الهراس. الهراس مو على كل الناس. أنت مغرورة. آرائك مو كتير دقيقة. فهمنا. شو شايفتيني ولد صغير قدامك؟ انت هيك حاطط نفسك. انا رح اقول للهراس على كل شيء. رح اشوفه واحكي له على كل شيء. وقف جنبه كمان.
شو جاب بنت عمي محمد سعيد لهون؟ هالراس شو جاب بنت عمي محمد سعيد لهون؟ عم يقولوا الناس مشان الورثة، لكن الشهادة لله هي قالت لا. جيت لعندك؟ مرتين. مرتين؟ هي بس ما خليتها تفوت على البيت. شو؟ قالت جاي زوركم اتعرف عليكم، حلفتها بالله ما تيجي على هالبيت. برضاي عليك، اتركهم بحالهم وخلينا بحالنا. وساكنة ببيت عمي محمود. برضاي عليك، هنن بحالهم ونحن بحالنا. شو جابها على الضيعة؟ شو ذكر بيت عمي محمد سعيد بالسيب بعد كل هالسنين اللي قطعونا اياها؟ متوصفة يا ابني، متعلمة. شو؟ انت وين؟ شو بيعرفني؟ قال بالمدرسة هي اللي نح. راح البيدر عم بتدرس شباب كمان. يا ام حليمة، يا ام حليمة. مرحبا يا ام حليمة. اهلين. خير؟ بلاقي عندك حبتين حمص. شو بقى ايديك؟ كويت لي اياها البدوية، بدي احط لها شي حبة حمص مشان تسحب الوهم منها. ان شاء الله معافاي، والله ما بينعز. دريتي اجى الحراس من الصيد. اجى الحراس. لروح شوف لي شي حبة حمص عند حدا. خاطرك يا ام حليمة. راحت السكرة واجت الفكرة يا ابو حليمة، الحراس رجع. الله لك عن جابه. يا لطيف. وهلا اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما حلنا ننسى القصة اللي وعد فينا. الظهر أدن وهيفاء لهلا لسه ما أجت.